وطموحاتهم اعلى من كده بكتير. يعني احنا خلال تقول لنا في الفتره اللي جايه هيكون ايه في تنظيم بطولات البنيه التحتيه في مصر، من العاب من صالات وقاعات والكلام ده تتيح. احنا عندنا في شهر 9 ان شاء الله بطوله العالم للكراسي اللي هي للمعاقين، فدي هتكون في شهر 9 اول بطوله عالم بتنظمها مصر، ده يمكن خبر جديد. بعد كده عندنا بطولة العالم في 23. استعداداتنا بعد كده لطوكيو، هنعمل البطولة. طبعا انت قلت ان احنا خدنا البطولة فعلا اعلنوها، اللي هي البطولة في يناير 2024، دي المؤهلة الاول فقط اللي هيطلع بيها الاولمبياد. لكن البطولة الحالية اللي كانت امبارح دي كانت بطولة الأمم في 5 فرق مؤهلة لكأس العالم. مؤهلة لكأس العالم. احنا دخلنا القرعة بتاعت كأس العالم اللي جاي على اعتبار ان في 5 منتخبات افريقية. الأول في مجموعة معينة هو والثالث، يعني احنا بقى معانا المغرب. مجموعة وكرواتيا. طبعا دي مجموعة بتسمح ان احنا نجتاز المرحله الاولى بسهوله يعني ان شاء الله، لكن ده مش معناها ما عندناش مباراه سهله ومباراه صعبه. اولادنا جادين بيبذلوا كل طاقتهم لاسعاد الجماهير. كلمه بقى منتخب السعاده ده يعني بقى يعني عقد بيننا وبين شعبنا الجميل ان احنا نقدمه.